الفنانة التركية حفصة نور تخطف الأنظار من إحدى العروض الخاصة بعالم المجوهرات في باريس. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. خطفت الفنانة التركية والشابة حفصة نور الأنظار من إحدى العروض الخاصة بعالم المجوهرات في باريس، والذي حضره نخبة كبيرة من نجوم الموضة والفن والمشاهير. وقد ارتدت حفصة فستان قصير أسود مكشوف من ناحية الصدر، وعلق الجمهور على فقدان وزنها الملحوظ عن آخر ظهور لها في مسلسلها ماذا لو أحببت كثيرا. هذا وقد كان قد تصدر اسم الثنائي التركي الشهير بعد عرض هذا المسلسل بطلي المسلسل الصيفي ماذا لو أحببت كثيرا، الفنان كرم بوسين والفنانة حفصة نور، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتلى اسمهم في المواقع الإخبارية التركية، وذلك بخصوص احتمالية وجود علاقة عاطفية بينهما. لم ينفي أو يؤكد بعد بوسين وحفصة ولا أحد من المقربين لهما أدلى بأي تصريحات، ولكن الخبر ينتشر كالنار في الهشيم داخل الوسط الفني أنهما اقتربا من بعض خلال تصوير المسلسل وجمعتهما علاقة عاطفية، ولكنهما لا يريدان الإفصاح عن الأمر، وما زال الخبر لم يؤكد بعد. ويذكر أن قصة المسلسل تدور حول شاب وهو كرم بوسين الذي يسوق له والده وصية بأن يتولى العمل من بعده، أن يعتني بأطفاله من زوجته الثانية، لكن الشاب لا ينفذ الوصية ولا يرغب بذلك، إلا أن طريقه يتقاطع مع طريق ليلى التي تمارس الاحتيال مع أشقائها، ويقع سوء فهم بينهما ما يجعل أوغوز يعتقد أن ليلى جاءت إلى المنزل كمربية، وتبدأ أحداث القصة بعدها. ويشار بأن المسلسل من بطولة حفصة نور وكرم بوسين الذي سيعرض على قناة تركيا. The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in.